بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سأقدم في هذا المقطع أول درس في الاقتصاد. أول درس في الاقتصاد سينفع الطلبة على مستوى البكالوريوس من السنة الأولى والثانية، وربما ينفع غير الممارسين غير المتخصصين في الاقتصاد. أبدأ بتعريف ما تسمى الموارد الاقتصادية أو economic resources اللي هي الموارد الاقتصادية، التي بدونها لا يمكن أن يوجد اقتصاد، المقصود بذلك أي إنتاج واستهلاك ومؤسسات بما فيها الحكومة. الآن الموارد الاقتصادية هي العناصر الأساسية التي هي جزء لا يتجزأ من عمليات الإنتاج، هي عوامل الإنتاج، عناصر الإنتاج أو factors of production، التي لا يمكن لأي عملية إنتاج أن تتم إلا بتوافرها جزئيا أو كليا. عندما نتحدث عن اقتصاد بدائي، فالإنسان كإنسان، البشر العمالي والأرض هما كافيتان كموارد اقتصادية للإنتاج، لكن في الاقتصاد المتقدم هناك أكثر من عاملين، أكثر من الأرض والعمالة، فسنأتي على تفاصيلها إن شاء الله تبعا. هذه الموارد هي الأرض land، الأرض land، العمالة labor، رأس المال الحقيقي real capital، والتنظيم أو organization أو المبادرة. هذا المعنى هو التنظيم والإدارة والمبادرة، نفس المعنى نفس الاسم. وعادة ما يضاف إلى هذه الموارد موردان آخران هما المؤسسات institutions والمعرفة أو رأس مالية المعرفة. وسأفصل كل واحد من هذه الموارد الاقتصادية والإضافات عليها إن شاء الله بالحد الأدنى من التفاصيل. الأرض، نبدأ بالأرض، هي العنصر الأساسي من عناصر الإنتاج التي لا يمكن الاستغناء عنها. على الأرض نقف، وعلى الأرض نسكن، وعليها نزرع، ومنها ننتج الغذاء ونقيم المشاريع. وضعت صورة، هذه الصورة تتكون من 4 مقاطع. المقطع الأول عن أرض زراعية وعليها سكن، فهي الإنسان يحتاجها للزراعة، تشجير، ممكن يتغذى على المأكولات أو المزروعات التي تنتجها هذه الأرض ويسكن عليها. وبالتالي أهم شيء بحياة الإنسان أن يسكن ويأكل أو يأكل ويسكن، فهذه الأرض من استعمالاتها الأساسية السكن والزراعة. هذه الصورة لمصنع مقام على أرض، ليس مقام في الفضاء، على أرض. وبالتالي الآن أرض جزء من استخدامات الأرض، استعمالات الأراضي هي إقامة المشاريع والمصانع عليها على سبيل المثال. هذا المقطع الثالث اللي هو تعدين، هذه الآلة والحفارة تحفر في باطن الأرض من أجل أن ينتج الإنسان المعادن، الذهب، الفضة، الحديد، وبعض الخامات وما شابه. وتقام عليها المكاتب، يعني الأرض نفسها المكاتب سواء كانت رسمية أو غير رسمية. وبالتالي الأرض هي أهم عنصر يمتلكه الإنسان بعد وجوده على الأرض. الآن العنصر الثاني العمالة، هو الإنسان نفسه، العمالة، القوى العاملة هي المورد الاقتصادي الأهم، فهي وسيلة وهدف بالوقت ذاته، فهي التي تعمل لتنتج وتطعم نفسها وغيرها. العمال يعملون في المصانع، في الحقول، في المكاتب، حتى يكسبوا دخل راتب شهري أو إنتاج أو أي شيء يقيم أودهم، وبالتالي هم يطعمون أنفسهم ويطعمون من يعتمدون عليهم ويعتمدون عليهم. فبعد الأرض لا يوجد اقتصاد من غير قوى عاملة. في هذه الصورة هناك مجموعة مختلفة ومتغايرة من أشكال العمالة الماهرة وغير الماهرة. هناك مهندس، طبيب، مدير، رئيس دولة أو ملك أو أمير، حمال، كاتب، عامل، ممرض، صيدلاني، أستاذ جامعة، معلم مدرسة، بائع خضار، حارس، إلى آخره من كل هذه المسميات، كلها من القوى العاملة، لا يقوم الاقتصاد من غيرها. رأس المال الحقيقي، حتى نفرق بين رأس المال النقدي، الدينار والدولار والريال والدرهم والجنيه وما شابه، ورأس المال الحقيقي، هذاك النقد ليس له قيمة إلا إذا حولنا إلى سلع، يعني استخدمنا القوة الشرائية الكاملة في النقد فسلع. فالسلع الرأسمالي، رأس المال الحقيقي، تعريفه كما يلي: يقصد برأس المال الحقيقي الآلات والمعدات
وأدوات الإنتاج مثل خطوط الإنتاج والبنى التحتية المادية من جسور وسدود ومطارات وما شابه، لأن مثل هذه الأشياء تشارك في الإنتاج وتزيد منه كما ونوعا. على الرغم كما ذكرت سابقا من أولوية الأرض والبشر عليها على الأرض باعتبارهما عناصر الإنتاج، إلا أن رأس المال الحقيقي هو الذي دفع بالإنتاج إلى مستويات تعدت الحاجات الأساسية للبشر. الإنسان الأول كان يفلح الأرض ويطعم ذاته وأسرته. الآن بعدما زالت كميات الإنتاج أصبح هناك فائضا في الإنتاج، وبعد ذلك الإنسان زاد رأس ماله، حول رأس المال إلى سلع رأس مالية إنتاجية، ما يعني أن الآن انقلبت الحاجات إلى حاجات أساسية زائد رغبات. فرأس المال الحقيقي في هذه الصورة على سبيل المثال هذا مقدح، وهنا مخرطة، وهون حفارة بحرية، وهون خطوط إنتاج. النجار قبل 200 سنة كان يستخدم المطرقة والمسمار العادي حتى يثبت الخشب على بعضه أو الحديد على بعضه البعض. الآن بهذه الآلة يستطيع أن ينتج عشرات أضعاف ما كان ينتجه الحداد أو النجار قبل 200 سنة أو 100 سنة. هذه المخرطة تشكل آلة كاملة. هذه الحفارة البحرية تدخل في قاع البحر وتحفر في أرضية البحر لتستخرج النفط والغاز والمعادن وما شابه. هذه خطوط إنتاج سريعة لإنتاج السيارات وما شابه. لذلك أهمية رأس المال في زيادة الإنتاج كما ونوعا ظاهرة من خلال دوره في عمليات الإنتاج. التنظيم أو المبادرة، وهو قدرة الإنسان على تجميع الموارد الاقتصادية السابقة، أرض، عمالة، ورأس مال حقيقي في عمليات إنتاج مفيدة. وبالتالي يعتبر التنظيم أو المبادرة entrepreneurship من عناصر الإنتاج الهامة، وبخاصة في الاقتصاد الحديث فالمبادرة أو التنظيم أو الإدارة هي المعبرة عن العقل المدبر وراء الإنتاج. هذه الصورة الآن تبين على أنه أشخاص يتحاورون عن مشاريع معينة، هذا الشخص يحاور هذا، وهذا الشخص يحاور هذا الشخص، وهذا الشخص يحاور هذه السيدة، فهذا يفكر بمشروع وهذا يفكر بمشروع وهذا يفكر وهكذا. لكن كل هذه المشاريع يمكن ربطها عن طريق الحاسوب، عن طريق الشبكة العنكبوتية، عن طريق التخزين اللي بسموه في الكلاود أو الغيمي وما شابه. وبالتالي هذه المشاريع مهمة جدا تم تنظيمها وتدبيرها وترتيبها من خلال ما يسمى بالتنظيم أو المبادرة. هناك صورة أخرى، في هذه الصورة العمال الموظفون العاديون والعمال العاديون في 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 اتجاه، لكن الشخص المميز المبادر يذهب باتجاه آخر. وبالتالي النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والبيئوي يفرز الناس تلقائيا إلى موظفين وعمال وأشخاص عاديين، والمبادر يميز هذا النظام بأنه إنسان مبدع. هذه الصورة الأخيرة حول التنظيم، أنه كيف تطور الإنسان اقتصاديا من الإنسان الذي كان يطبخ على النار، على الحطب، على الفحم وما شابه، يستخدم العجلة، هنا اصطاد بواسطة آلات، الآن هنا يستخدم عربة أو قاطرة يمكن لها يعني أنها تؤدي أغراض متعددة، طار في الطائرة، والآن هو في مكتب مكيف يدير عمليات الإنتاج، السفر، البيع والشراء من وراء مكتب فيه حاسوب فقط. لذلك نسمي احنا الحياة الفيرتشوال الافتراضية. الآن لابد في الاقتصاد الحديث من إضافات نوعية إلى عوامل الإنتاج الأساسية الأربعة اللي ذكرناها: الأرض والعمالة ورأس المال الحقيقي والقدرات التنظيمية للإدارة. هناك إضافتان مهمات جدا جدا أو مهمتان جدا جدا. الإضافة الأولى لا يمكن أن يتطور الإنتاج بدونهما، وهي المؤسسات الشكلية واللا شكلية. المؤسسات الشكلية formal institutions واللا شكلية informal institutions، هذه الإضافة الأولى. والإضافة الثانية اللي هي رأس مالية المعرفة، المعرفة knowledge capitalism. ما المقصود بالمؤسسات الشكلية واللا شكلية ورأس مالية المعرفة؟ أولا المؤسسات الشكلية هي التشريعات، قوانين، أنظمة، تعليمات حاضنة للإنتاج،
وحامي الحقوق ومحفز الإبداع والاستثمار. أما المؤسسات اللاشكلية فهي عادات وتقاليد وأعراف المجتمع مشجعة أو مثبطة، المشجع العلم والمعرفة وتقديس الوقت والعمل والمنتج، أو أنها مثبطة العلم والمعرفة ولا تهتم بالوقت والعمل المنتج، بيعتمد هذا الحكي كله على ماهية المجتمع. فالمؤسسات الشكلية حكم القانون، كيف يكون جميع من في المجتمع ومن في الاقتصاد تحت حكم القانون، لا فرق بين الكبير والصغير والغني والفقير، حتى يغدو المجتمع منتجا والاقتصاد فعلا يتوسع ويتمدد. والمؤسسات الاجتماعية لا شكلية، عادات وتقاليد وأعراف إما مشجعة أو مثبطة، إما تقدس الوقت أو تهمله، فجزء منها الأسرة، الاقتصاد، التعليم، هذه المؤسسات الاجتماعية طبعا، الدين نفسه، السياسة والتواصل الجماهيري، كيف تتواصل الناس بعض مع بعض. في التقاليد والأعراف والحكم القانون، مؤسسات شكلية ولا شكلية، يصنعها الإنسان قيدا على ذاته حتى يتمكن من أن يحافظ على نفسه من خلال عمليات الإنتاج والاستهلاك العقلانيات. أما رأسمالية المعرفة فهي تشجيع صناعة الأفكار والإبداع والمعارف التي تتحول إلى نظريات وعلوم ثم سلع مفيدة للبشر محليا وخارجيا. وبالتالي الآن هاتان الإضافتان، المؤسسات الشكلية واللا شكلية إضافة إلى رأسمالية المعرفة، هما عنصران أساسيان من عناصر الإنتاج التي الآن علماء الاقتصاد الحديث يهتموا بهما. كل عنصر ومدخل من مدخلات الإنتاج، أو عفوا من عناصر الإنتاج factors production، له دخل مكسب يكسب من عملية الإنتاج. فمداخيل عوامل الإنتاج income of factors production تأتي على النحو التالي. أول شيء يجب علينا إعادة فكرة أنه تتلقى عوامل الإنتاج مكاسب لقاء دورها في الإنتاج، تأتي هذه المكاسب على شكل مداخيل جمع دخل موزعة كما يلي. الدخل من الأرض income from land هو إيجار الأرض rent، income from land اللي هو الدخل من الأرض هو إيجار الأرض، الإيجار الذي تتلقاه الأرض مقابل استخدامها أو استخدام ما بها أو ما عليها، فهو الرنت. الآن دخل العمالة labor income، دخل العمالة أو labor income هي الأجور، مجموعة الأجور wages التي تتلقاها القوى العاملة في الاقتصاد. دخل رأس المال income from capital هو الفرصة البديلة مقاسم بسعر الفائدة. سأشرح هذا بشكل بسيط. الآن عندي استثمار معين في آلة معينة بتعطيني 7% سنويا على سبيل المثال، أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك متغيرة، لكن هناك سعر فائد سائد في السوق، فهذا بالنسبة لي هو خط المرجعية. سعر الفائدة هو المرجعية بالنسبة لدخل رأس المال، هل كان الدخل أعلى من سعر الفائدة وبالتالي هون كانت يعني حقق ربحا أعلى من سعر السوق، أو كان دخل رأس المال أقل من سعر الفائدة، معنى ذلك أنه حقق ربحا أقل من سعر السوق، وبالتالي هو سعر الفائدة يعتبر المعيار الأساسي لمقارنته بدخل رأس المال اللي هو الفرصة البديلة. وآخر إشي اللي هو دخل التنظيم اللي هو income for management or organization أو المبادرة entrepreneurship اللي ذكرناها قبل قليل، هو الربح أو الخسارة. إما الذي قام بتنظيم الأرض ودخل العمالة، وعفوا مدخل الأرض مدخل العمالة مدخل رأس المال كلها تحتاج إلى من ينظمها، فهذا المنظم إما يحقق ربح أو يحقق خسارة. معادلة يمكن لنا أن نضع دخل عوامل الإنتاج في معادلة بسيطة. هذه المعادلة في اقتصاد مغلق، نفترض أنه الاقتصاد الذي نتحدث عنه لا يتعامل مع العالم الخارجي مؤقتاً، في مقاطع أخرى سندخل كل ما يمكن أن يؤثر في الدخل، لكن في هذا المقطع فقط نتحدث فقط إحنا عن اقتصاد مغلق لا يتعامل مع العالم الخارجي. وبالتالي الدخل هو Y، الدخل يتكون من Rent اللي هو الإيجار على الأرض ما بها وما عليها، ومجموع الأجور فاتورة الأجور Wages،
وبدل استخدام رأس المال أو الأوبرتيونيتي كوست أو كلفة الفرصة الضائعة على رأس المال الانترست بقى يعني مقارب الانترست، والمانجمنت تأخذ إما أرباح بروفيت أو تحقق خسارة. تعندي الآن هنا الدخل الكلي واي، عندي هنا الدخل من الإيجار إيجار الأراضي، عندي هنا مجموع الأجور فاتورة الأجور للعمال العامل في الاقتصاد، عندي هنا الفائدة مقارنة مع الأوبرتيونيتي كوست أو ما يسمى ببدل رأس المال، وهون الإدارة إما تحقق ربحا أو تحقق خسارة. الآن هناك فكرة مهمة جدا مرتبطة بعوامل الإنتاج، وهي منحنى إمكانيات الإنتاج أو Production Possibilities Curve. ما هو هذا المنحنى؟ يمكن لنا أن نتصور إمكانيات الإنتاج لأي مجتمع. أي مجتمع مهما كان صغير أو كبير، فقير أو غني، لديه إمكانيات إنتاج. هذه الإمكانيات الإنتاج يمكن لنا أن نعبر عنها برسم بياني واضح جدا جدا. قبل أن أبدأ به دعنا نتخيل خيال بسيط جدا، ويعني وإن كان نظري، أن العالم الذي نتعامل معه في هذا الاقتصاد يتكون فقط من سلعتين، فقط من أغراض، من أجل لغرض التهوين والتسهيل علينا استيعاب الفكرة. فيتكون من سلعتين، غذاء وأسلحة. فعلى المحور الأفقي وضعنا كميات الغذاء التي يمكن أن ينتجها هذا المجتمع، وعلى المحور العمودي وضعنا كميات الأسلحة التي يمكن أن ينتجها هذا المجتمع. الموارد الاقتصادية المتاحة لأي مجتمع مهما كان صغير أو كبير، غني أو فقير، هي موارد محدودة. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا بقدر، وبالتالي كل ما هو مخلوق فهو نهائي، يعني له حدود. فالموارد الاقتصادية محدودة. لنفترض جدلا من أجل استيعاب فكرة منحنى إمكانيات الإنتاج وإمكانيات الإنتاج، بأن المجتمع المعني أو الاقتصاد المعني وظف كافة الموارد الاقتصادية لإنتاج فقط سلعة واحدة هي الغذاء. فمنقول بحالة هاي أقصى ما يمكن إنتاجه من الغذاء عند هذه النقطة إذا قام المجتمع أو الاقتصاد بتوظيف كافة الموارد، أرض، عمالة، رأس مال حقيقي وقدرات تنظيمية، وظفها نحو فقط إنتاج الغذاء، فهاي أقصى كمية يمكن إنتاجها من الغذاء. الآن يعني يمكن لي أن أشير إلى حتى أوضحها، لأن أقصى ما يمكن إنتاجه من الغذاء هو ما يشير إلى السهم هذا. هاي النقطة، أقصى ما يمكن إنتاجه من الغذاء إذا قام المجتمع بتوجيه كافة الموارد المتاحة له لإنتاج الغذاء فقط لا غير. مقابل ذلك لنفترض أنه قام بتوجيه كافة الموارد نحو إنتاج الأسلحة فقط، فمنطقيا هناك كمية قصوى لا يمكن أن يتعداها، لأن الموارد محدودة وما ينتج عنها سيكون محدودا بحكم طبيعة الأمور والمنطق. فأقصى ما يمكن إنتاجه من الأسلحة عند هذه النقطة إذا قام اللهم بتوجيه وتوظيف كافة الموارد في إنتاج هذه السلعة اللي هي الأسلحة، هنا أتت على كل ما يمكن إنتاجه من الأسلحة، وهنا هذه النقطة أتت على حساب كل ما يمكن إنتاجه من الغذاء، وبالتالي هذه النقطة بتمثل لي أنه أقصى ما يمكن إنتاجه من الأسلحة ويشير إلى هذا السهم. الآن أشبك بين النقطتين، هذه النقطة وهذه النقطة، بمنحنى يسمى منحنى إمكانيات الإنتاج. هذا هو منحنى إمكانيات الإنتاج. منحنى إمكانيات الإنتاج يتكون من عدد لا نهائي من النقاط من ناحية نظرية. هاي النقطة بتقول لي هاي أقصى ما يمكن إنتاجه من الغذاء، لكن لا بتكون على حساب صفر من الأسلحة. وهذه النقطة بتخبرني على أنه هذه أقصى كمية ممكنة من يعني إنتاجها من الأسلحة، لكن بيكون عندي صفر من الغذاء. فالإنسان عادة بيكون عقلاني سيختار نقطة وسيطة عند هذا الموقع، يعني ليس بالبسط المقصود في أنه راح يختار توليفة معينة من الغذاء والأسلحة، لأنه بحاجة إلى غذاء حتى يبقى على قيد الحياة، ولنفترض أنه بحاجة إلى أسلحة حتى يدافع عن نفسه. فدعنا نختار نقطة A
انه اختارها المجتمع نتيجة لظروف معينة. هذه النقطة بتقول لي انه انتجت هذه الكمية من الغذاء وانتجت هذه الكمية من الأسلحة. معنى آخر، هذه هذان الخطان متقطعان عموديا وأفقيا، بتقول لي انه انتجنا هذه الكمية من الغذاء وانتجنا هذه الكمية من الأسلحة. فإيه بتقول لي؟ يعني المجتمع اختار هذه الكمية من الأسلحة وهذه الكمية من الغذاء. الآن لنفترض لأسباب معينة وموضوعية احتاج المجتمع انه ينتقل الى نقطة اخرى. واذكر بالحقيقة بان الموارد الاقتصادية محدودة، ومن نفترضها انها محدودة في لحظة ما، فاختار هذا المجتمع ان ينتقل من النقطة A الى النقطة B. هاي النقطة B، ما يعني انه الان قدرته على انتاج الغذاء زادت، لكن قدرته على انتاج الاسلحة قلت. فالخط المتقطع هذا يلتقي مع هذه النقطة، وهذا الخط المتقطع الأفقي يلتقي عند هذه النقطة. فبتقول لي الآن زادت قدرة المجتمع من على إنتاج الغذاء من هذه النقطة إلى هذه النقطة، لكن بالوقت ذاته انخفضت قدرته على إنتاج الأسلحة من هذه النقطة إلى هذه النقطة. أي بمعنى آخر أنه الزيادة باتجاه السهم هنا والانخفاض كان بهذا الاتجاه إلى الأسفل. لو بدي أعطي مسميات للنقاط، النقطة هذه هي C، والنقطة المقابلها على الغذاء D، والنقطة عند الأسلحة الأولى كانت E، وأصبحنا عند النقطة F. ففي عندي الآن أربع نقاط C D و E F، لكن مصدرهم طبعا زوج مرتب. هذه A تتكون من الزوج المرتب C و E، وبي تتكون من الزوج المرتب دي واف، لكن سبحان الله الزيادة كانت من سي الى دي والانخفاض كان من اي الى اف. ما يعني بانه الان الزيادة من سي الى دي اتت على حساب الانخفاض من اي الى اف. بدي احسب الان ما يسمى بكل الكلفة الفرصة، الفرصة هذه انا اسف جدا بعتذر عنها، الفرصة الضائعة، كلفة الفرصة الضائعة اللي هي opportunity cost. الانتقال من C إلى D أدى إلى انخفاض طبعا بالأسلحة، أدى عفوا بالغذاء، هون الزيادة في من C إلى D بزيادة الغذاء بكمية الانتاج من الغذاء أدت إلى انخفاض قدرات المجتمع في انتاج الأسلحة من E إلى F. فلو كانت C تعبر عن الكمية 20 ودي تساوي الكمية 35، وحدات القياس بتهمنيش، بالأطنان بملايين أطنان بتهمني، وإي بتقول لي إنه كنت مقابل 40 وحدة من الأسلحة اللي هي 40 طن، 40 دبابة، 40 مليون قطعة، وهكذا انتقلنا إلى أف، فبكون ما يسمى بكلفة الفرصة البديلة هي ما يلي الـ opportunity cost، هي الخسارة على المكسب، الخسارة على المكسب. بحسبة بسيطة وجدنا إنه الخسارة من 40 إلى 20 اللي هي 20 ناقص 40 إشارة سالبة، والزيادة المكسب كان من 20 إلى 35، فبكون حاصل قسمة هذا الفرق 20 على هذا الفرق 15 يساوي 1/3. بمعنى آخر، مقابل كل وحدة غذاء اضطرينا أن نضحي بوحدة وثلث الوحدة من الأسلحة. هذا هو مفهوم الـ opportunity cost. كل وحدة غذاء اضطرينا نكسبها، يعني اضطرينا أن نضحي أو نخسر وحدة وثلث الوحدة من الأسلحة. الآن السؤال البسيط اللي يمكن أن يطرح نفسه، أنه ماذا لو زادت إمكانيات المجتمع في إنتاج الغذاء أو إنتاج الأسلحة أو إنتاج الغذاء والأسلحة معا؟ فلنفترض الآن كنت أنا عند طبعا المنحنى الأولاني، أوكي، هون عندي الغذاء على المحور الأفقي، ما زالت الأسلحة على المحور العمودي، وهذا منحنى إمكانيات الإنتاج في وضع الأول. زالت إمكانيات إنتاج الغذاء، ما يحدث فقط إذا زالت إمكانيات إنتاج الغذاء فقط، يعني زاد العمال الزراعيين، زادت رقعة المساحات الأراضي الزراعية، مساحة الأراضي الزراعية
المزروعة طبعا مستغلة، فراح يكون هناك دوران خفيف من هذه النقطة إلى هذه النقطة، من هذه النقطة الغذاء إلى نقطة أفقية مقابل لها غذاء، وبالتالي زادت قدرة هذا المجتمع على إنتاج الغذاء. لنفترض أن القدرة كانت في مجال الأسلحة، يعني زادت قدرة المجتمع على إنتاج الأسلحة، وبالتالي الدوران راح يكون إلى الأعلى، إلى الأعلى. ممكن الآن طبعا هاي بتقول لي أنه زادت إمكانيات إنتاجه في الأسلحة إلى الأعلى، هذا السهم بيقول لي أنه زادت إمكانياته فقط من إنتاج الغذاء، لكن إذا زادت إمكانيات إنتاجه من الأسلحة والغذاء، من الأسلحة والغذاء، ما يعني أنه الانتقال راح يكون بالاتجاه الأعلى، أنه ليس فقط الغذاء الذي تطورت تطور الإنتاج فيه، وليس فقط الأسلحة التي تطور الإنتاج فيه، إنما من الغذاء والأسلحة، وبالتالي بيكون منحنى إمكانيات الإنتاج، هذا هو بالاتجاه الأعلى، وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، وإلى لقاء آخر بإذن الله إن شاء الله، وبشرح آخر وبدرس إن شاء الله متقدم أكثر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.